كاشخ عشان 40,000. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ ألف مبروك على 40,000. شكرا جزيلا لكم يا شباب، لولاكم لما وصلنا الى هنا. شكرا جزيلا لكم يا شباب، احس نفسي سابق شوي إيه كذا اريح. عندنا التعليق الاول، يوسف بهيش يقول: يا زق إلنا اسبوع نطلب سبناريكا قناه زي الخرا، الغاء اشتراك يا ورع. انا قلت كم مره لعبه سبناريكا، الحياه تحت الماء سلسله ما فيها. اوه اصبروا، في رد ثاني. ابو صروح يقول: زعلان عشان لعبه؟ لا لا تقذف الرجال ليش؟ اوكي هو طالب بغضب لكن تسب امه ليش؟ لا يا ابو صلوح لازم تعتذر من الرجال، لازم تعتذر منه، ولو انك سبيت امه قذفت فيه لكن اعتذر من الرجال الان. اوه في رد ثاني، رد يوسف يقول: امك تعليق كله توت يا ولد. يا عيال ترى دائما اشوف التعليقات هذه تسبون بعض في التعليقات، ليش يا اخي؟ في رد ثاني، او في واحد حكيم جاء بينهم. نوف القحطاني يقول: استحوا على وجيهكم، تدرون وش عقوبة القذف؟ استغفر الله. والله جزاك الله خير نواف، جزاك الله خير. يعني دقيقة، في رد يوسف يقول: استغفر الله، انا اسب احمد، هو ليش يسبني؟ انا بتأسف لك يا نواف وشكرا. استهبل يا يوسف، الحين بدل ما تعتذر لي وتعتذر الرجال تعتذر لنواف؟ نواف جاي يقول لكم استحوا على وجيهكم وتعتذر له، هو وش دخل تعتذر؟ يعتذر لي انا؟ تقدر لا بصروح يا اخي كيف يا اخي. عبد الرحمن خالد يقول: ليش ساحب على لعبه فارك راي بريمل؟ زي ما قلت لكم يا شباب ما ابغى استمر فيها، او ما تحمسني اني استمر فيها. اوكي رياض المالك يقول: قال لك قبح، انت شوف شكلك اول، في انسان قبيح مهما كان الا تلاقي فيه جانب جميل، اذا كان شكله مو جميل في ناس اخلاقهم تنسيك، اذا كان الوجه جميل في ناس في قمه الجمال تعرف عليهم تلاقي اخلاقهم معفنه تنسيك جمالهم. انا في مره في سلسله في احدى السلاسل قلت انه يعني السمنه نوع من القبح. انا اعتذر جدا للشباب اللي يعني جرحت مشاعره، لكن كونك سمين كون وزنك فوق ال 160 انا اظن انه قبح، ولازم تروح تشتغل على نفسك. يعني شكلك راح تضبط، نفسيتك راح تضبط، امورك راح تمشي، حياتك راح تتيسر معاك. ليش نقعد نكذب على بعض ونقول ان السمنه كويسه؟ لا ابدا ما هي كويسه، بالعكس شيء سيء جدا، شيء قبيح جدا يا اخي. لا تقعد تتحسس علي انا، وبدل ما تقوم الان تروح تشترك في نادي، ولا تقوم تهرول لي في الشارع الان. يلا قم الان انحف، لا تقعد تسوي لي فيها انا اتحسس. امين حمود شرطه 6677 يقول: يا اخي فيديوهاتك حلوه بس تتكلم وايد حشر. طيب اوكي يعني خلاص تبين انزل لك جيم بلاي الحالة؟ ما اتكلم اسكت اسكت خلاص يلا نقعد ساكتين. ايش عيال، هي القناه هي اليوتيوب مبني على ايش؟ على رده الفعل. تخش المقاطع شوف رده فعل الرجال عشان تستمتع، ولا وش الفائده يا اخوي؟ روح اكتب جيم بلاي للعبه وتابعها. تركي اس اي يقول: احمد فيها اطفال يتابعونك، فيا ليت قلل السب مثل يا ابن الكلب، وهل تحب الفتيات؟ بوسات احذفها، واللقطه فيها اطقال واطفال اوكي يتابعونك، فحاول تكون لهم قدوه. ذات ذا الشيء، انا ماني قدوه يا اخي، انا ماني قدوه لاحد، لا تقدروا تقرشونا يا ابن الحلال، والله العظيم ماني قدوه احد، انا لست قدوه لاحد، كيف اكون قدوه لاحد وانا شخص سيء؟ نعم انا شخص سيء، انا اسب كثير، مثلا زي لعبه الشغف في مدارس لندن تتحتم علي اني اتكلم في الشيء هذا او اني اخوض في الشيء هذا، هي اللعبه اصلا فيها وصاخه، اي شيء فيه قذف، فيه سب، فيه كذا، فيه وصاخه، من السر وتحت الله يكرمكم يا شباب، هذا لك مني اني اشيله، ما اخليه، اوكي؟ ابو نايف 525 يقول: طلعت امورك مشكوك فيها، ابو نايف، شفتني مرة مفسخ سروالي وطالع ماشي؟ ابو نايف، شفتني مرة ماشي ولابس ضيق وها؟ ابو نايف، قصدك ابو نايف، ليش اموري مشكوكة ها؟ ايش قصدك يا اخي؟ ها؟ انتبه لنفسك ها؟ عاد تشكك امور الناس عشان لا واحد يشكك في امورك. عطنا التعليق اللي بعد. سيلي جيمز يقول: املأوا وقت فراغكم بالاستغفار يا شباب. جزاك الله خير، تعليق جميل، شكرا لك. جيمز مصطفى يقول: ابو حميد في العاب ما يصير تخليها طويلة، خليها مثال. فيفا المصارعة طريق الشهرة يقول: خليها من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة. بولي المدرب الأفضل: خليها إلى 50 دقيقة. اكتب اللي معي لايك وحاطين 74 لايك يا شباب، ترى طريق الشهرة يبغى لها وقت طويل عشان نوصل لسبسكرايبرز عالي. يعني في استثناءات، انا ما ايد اني اطول المقطع ولا ابغى اطول المقطع، والساعة المباركة اني ما اطول المقطع لانه بياخذ مني جهد، لكن احيانا اكون مضطر، اذا كنت مضطر لازم يا ذات هذه اللعبة. اوكي يا شباب ما في مشكلة. عزوز زهراني يقول: نزل المقطع الجاي ساعة من طريق الشهرة الى اليوتيوب. هو الرجال يقولنا لا تطول مقطع ماخذ 77 لايك، والحين هذا وعنده 21 لايك يقول طول المقطع. يا اخي انا نطول ولا لا؟ ترى خلاص انا اليوتيوب احيانا يلحس المخ يا ساسكي. يقول: واصل يا احمد شو، انت اخو بيج شو. الله رش. الله يقطع سوالفك، الله يقطع سوالفك يا شيخ.
السكينة هذه آخر مرة تعرف سويت فيها؟ قطعت فيها طماطم مع أمي في الحال في المطبخ. بس قطعت الطماطم ليش؟ عشان نطبخ راس. إيه راس إيش؟ راس الغنمة حقت العيد اللي جبناها. برجع المطبخ عند أمي هناك. أيوة ليش حاطة عندي أنا؟ أوكي شباب هذا كان آخر تعليق معنا اليوم. أتمنى أنكم استمتعتوا بالتعليقات والحلقة هذه. إذا كان عندك أي اقتراح بالنسبة للألعاب القادمة في رمضان اكتبها لي تحت في التعليقات. تابعني حساباتي تحت. اشترك في القناة إذا ما كنت مشترك في القناة. وشكرا لكم يا شباب على الدعم مؤخرا في القناة. وبإذن الله يا شباب بما أنكم تدعموني أنا بإذن الله أنزل لكم شيء أفضل وأفضل وحاول دائما أحسن للأفضل والأفضل. شكرا لكم يا شباب في أمان الله.